ازيكم يا جماعة؟ وفي خلال ال 24 ساعة اللي فاتوا سامسونج اعلنت عن قنبلتين جداد في الفئات المتوسطة للعليا، هما سامسونج جالاكسي A70 2019 وحاجة جديدة كده ما سمعناش عنها ولا كنا نتوقعها، كانت مجرد تسريبات كده على خفيف، وانا لما شفتها قلت سامسونج اكيد مش تعمل الحاجات دي، ولكن موضوع الحقيقة اخيرا سامسونج جالاكسي A80 2019 موبايل بكاميرا بتلف. خلينا نتعرف عليهم موبايل ده السامسونج A50 عادي جدا، لسه ال A70 هينزل مصري يوم 15 ابريل اللي جاي، واغلب اظن هتعمل له فيديو تاني لما ينزل، ولكن انا بستخدم بس A50 عشان اقدر اشرح لكم الموضوع اكتر، كده الموضوع يبقى سهل ان انا اتكلم معاكم فيه. خلينا نبدا على طول في الامكانيات. سامسونج جالاكسي A70 هيجي بشاشه 6.7 انش فول اتش دي بلس 2400x1080 سوبر اميد. الحجم ده مش شاشات كبير قوي، 6.7 انش، احنا بنتكلم مثلا الاس 10 بلس 6.4 تقريبا، النوت 9 كان 6.5، ده 6.7. واو. هي الفكره هنا ان الشاشه ما زالت فول اتش دي بلس، ودي حاجه يعني في حجم 6.7 انش كنت اتمنى ان اشوف اللي هي تبقى كواد اتش دي مثلا، ولكن هم محتفظوا فول اتش دي بلس. خلف الموبايل فيه 3 كاميرات، الكاميرا الاساسيه كاميرا 32 ميجا بكسل فتحه عدسه 1.7، كاميرا الثنائيه 8 ميجا بكسل الترا وايد بتديك الصور الواسعه جدا، حاجه بقت شبه معجوده في متوسطه، والكاميرا الثالثه كاميرا 5 ميجا بكسل دبث كاميرا مجرد اللي هي معموله عشان تقول لك ان احنا هنديك عزل والحاجات الروشه اللي هتشوفها. الغريبه هنا ان الكاميرات دي بتصور بكواليتي 4K، دي اول حاجه. ثاني حاجه بتصور سلو موشن لغايه 240 فريم في الثانيه، والغريب في الموضوع انه الموضوع ده موجود من زمان وعادي، اللي احنا شفنا بقينا موبايلات بتصور بالكواليتيز دي، ولكن المعالج اللي موجود جوه الموبايل ده هو سناب دراجون 675، وده معالج على الورق معالج 11 نانومتر، يعني كويس فيها متوسطه لطيف وكل حاجه، ولكن ازاي قدروا يخلوا المعالج ده يصور 4K؟ هو ده الغريب في الموضوع، المعالج ده ما شفتوش قبل كده بيصور 4K على الموبايل الثانيه. انا ممكن اكون معلوماتي محدوده شويه وما عملتش ريسيرش كافي على الموضوع ده، لكن انا ما سمعتش ان في معالج اقل من سناب دراجون 710 تقريبا بيقدر هو يصور 4K في الكاميرات الخلفيه. الاي 70 كتصميم شاشه بيجي بالظبط شبه الاي 50، ولكن زي قلنا حجم الشاشه 6.7 بوصه، فول اتش دي بلس، سوبر امل، كل الحاجات الحلوه، وفي برده النوتش الصغيره جدا اللي في اعلى الشاشه. والمختلف بقى في الاي 70 عن الاي 50 هي الكاميرا الاماميه، انت بتتكلم عن كاميرا اماميه 32 ميجا بكسل فتحه عدسه f2.0، جديده نسبيا على سامسونج، هنشوف حاجه زي كده، بس اتقل شويه عشان التقيل جاي. التقيل قوي هو خليفة الـ A9 2018، الموبايل اللي كان بيجي بأربع كاميرات من ظهر موبايل، وكلنا قلنا يعني ازاي سامسونج عملت كده وليه سامسونج تعمل كده. سامسونج بقى ما عملتش مجرد أربع كاميرات، عشان هي ما عملتش الأربعة أصلا، هي عملت تلات كاميرات في ظهر الموبايل بس، بدل ما هم محطوطين فوق محطوطين كده بالجنب وشكلهم روش وكل حاجة، ولكن التكة بقى في الموضوع إن التلات كاميرات دول بيلفوا وبيبقوا الفرونت كاميرا بتاعت حضرتك. ثانية واحدة كده، أيوه بالظبط، يعني إيه؟ يعني هيكون عندي وايد انجل كاميرا في وشي، ايوه، هيكون عندي اللايف فوكس في الفيديو في كاميرا وشي، ايوه، يعني هقدر اصور وشي بكواليتي 48 ميجا بكسل فتحه عدسه f2.0، ايوه. صراحه الموبايل لا، هو طفره نوعيه بالنسبه لسامسونج. التكنولوجيا دي مش جديده، احنا شفنا التكنولوجيا دي كانت موجوده في موبايلات اوبو زمان، وهو ال N3 وال N5، ولكن سامسونج هي الاولى اللي تعيد التكنولوجيا دي بطريقه وميكانيزم روش. الميكانيزم ده هو شغال كالآتي، انت بيكون عندك موبايل بيطلع السلايدر بتاعه، بعد كده بعد ما يطلع الكاميرات بتلف جوه السلايدر ده، فهو على الخطوتين سلايدر لفوق وروتيت جوه السلايدر. السلايدر ده زي ما قلنا فيه ثلاث كاميرات، الكاميرا الاساسيه كاميرا 48 ميجا بكسل فتحه عدسه f2.0 وبال 4 ان 1 بيكسل تكنولوجي مش عارف ايه، بتبقى كاميرا 12 ميجا بكسل ممتازه في اللو لايت، كاميرا وايد انجل 8 ميجا بكسل فتحه عدسه f2.2، كاميرا بتديك سوبر وايد انجل بكواليتي فحيته، والفكره ان هي في السيلفي بتبقى غريبه، السيلفي بتبقى حلوه جدا انك تصور وايد انجل، وده المطلوب اكتر في السيلفي، انت مش مطلوب انك تصور منظر جمالي وايد انجل، ولان ده ممكن يكون حاجه موجوده في ضمن الاوقات، ولكن انت بتحبه اكتر هو يكون موجود انك تصور نفسك وايد انجل، ده الحلو في الكاميرا وايد انجل. سامسونج ما اكتفتش ان هي تخليك الكاميرا الثالثه كاميرا 5 ميجا بكسل، يلا يا عم كاميرا عزل وانجز، لا، الكاميرا الثلاثيه في الموبايل ده هي كاميرا تي او اف كاميرا، او هي كاميرا شفناها في البي 30 برو والاونر فيو 20، كاميرا بتقدر هي تعزلك في الفيديو عن طريق الالجوريزمات والحاجات اللي فيها، وهي اصلا كاميرا 3D. حاجه زي كده هتمكنك انك تقدر تلعب الالعاب اللي احنا لعبناها في فيديو الاونر فيو 20، اللي انت تقدر تنشن بايدك حاجات شبه الاكس بوكس والكينكت ومش عارف ايه، وفي نفس الوقت كحاجات تكنولوجيه انت ممكن تقيس AR measure اللي انت تقيس حوالي حجم ترابيزه ومش عارف احجام حاجات بالكاميرا دي، ويبقى الموضوع سلس جدا وسهل جدا، كل ده حلو جدا وممتاز جدا. والممتاز اكتر ان زي ما قلت لكم كل ده ممكن يبقى فرونت كاميرا، 3D كاميرا بتبقى فرونت كاميرا بتديك عزله في الفيديو،
دي حاجة خرافية. كل الناس اللي جربت الكاميرا دي قالت لك ان هي كاميرا بتشتغل ممتازة جدا في العزل، هو انت بقيت عندك دي اس ال ار كاميرا بتصور وشك بكل سهولة. في تنازلات كتيرة جدا موجودة في الاي 80 عن الاي 70، اهمها مثلا حجم البطارية 3700 ملي امبير بدل حجم البطارية كان 4500 تقريبا في الاي 70. الاي 80 للاسف بيكون تاني موبايل من سامسونج من غير الهيدفون جاك، اول موبايل كان اللي هو الفلكسبل فون بتاعهم ده، تاني موبايل هو الاي 80 ما فيهوش هيدفون جاك، سماعات مونو تحت صغيرة، الاير بيس بتاعت الموبايل هي عبارة عن سماعه تحت الازاز شبه بي 30 برو اللي انت ما عندكش سماعه، انت مجرد الازاز ده بيفايبريت فبيعمل لك صوت تسمعه في ودنك، يعني مش عمليه في كل الاوقات بس هي بتشتغل. لكن برضو انت خدت هنا مثلا 8 جيجا رامات، 128 جيجا مساحه تخزين، معالج سناب دراجون 730، معالج قوي جدا. البطاريه صغيره 3700 ملي امبير اور، ولكن بتاخد 25 واط فاست تشارجنج، يعني اسرع من شاحن الفوك فاست اللي احنا مبسوطين بيه، وده اسرع حاجه. هم عندهم هنا 25 واط، حاجه اصلا مش موجوده في الاستم بلس، حطوها في موبايل الاي 80 بفئه متوسطه اللي هو ازاي يعني. في تسريبات بتقول ان الاي 80 الجديد مش هيكون فيه مدخل شريحه ذاكره خارجيه للمايكرو اس دي كارد، الموضوع ده لسه متاكدش عشان في نسختين الموبايل ده، نسخه تنزل الهند ونسخه ثانيه تنزل بقيه العالم، احتماليه ان النسخه تنزل بقيه العالم مش هيكون فيها المايكرو اس دي كارد. ولكن الحاجه المؤكده الموجوده في كل النسخ ان الاي 80 ما فيهوش زرار البيكسبي، احلى حاجه اتعملت في التاريخ، وان شاء الله هتوصل للاس 10 قريب والحاجات التانيه قريب وكلها هيتشال منها البيكسبي ان شاء الله. طبعا بعد ما خلصنا كل الحاجات دي يعني بكام بقى؟ 15-20 ألف جنيه، 1000 دولار يعني بكام؟ يعني هتقول لي بكام الموبايل ده؟ سامسونج اعلنت عن سعر الاي 70 وهو رسميا بحوالي 430 دولار، يعني لما هينزل مصر هنا هيكون حوالي 7-7500 جنيه مصري، ده المتوقع على حسب توقعاتي، دي مش اسعار رسميه. المفروض الاي 70 رسميا هيكون متاح في مصر يوم 15 ابريل اللي جاي، يعني تقريبا يومين 3 ايام وقت ما اسجل الفيديو. الاي 80 لسه مفيش كلام رسمي على نزوله مصر، ولكن انا اتوقع سعره لو هينزل مصر هيكون في رينج ال 10-11 ألف، ده سعره بره مصر. اعتقد هما هيرخصوه سنه عن بره عشان طبعا هما يعني مدركين ان الجنيه في قيمه كويسه وحياته كويسه قوي. المتوقع الموبايل ده هينزل بحوالي 10000 جنيه في مصر، ولو نزل بالسعر ده على فكره بيكون بينافس حاجات كتير جدا. الموبايل ده بيكون موبايل اولا ماركه سامسونج، ماركه انت استخدمتها بقالك فتره، اكيد عدى عليك في حياتك على الاقل موبايل واحد سامسونج والماركه دي انت وثقت فيها، دي حاجه اولانيه، حاجه مش قليله انك تكون بتشتري ماركه انت بتحبها. ده كان فيديو النهارده، فيديو سريع كده بنتكلم معاكم عن تحمساتي وحاجاتي. مؤخرا سامسونج كده بقت تعمل موبايلات جامده هبل، مين كان يتوقع ان احنا نشوف موبايل ببصمه داخل الشاشه؟ بصمه بطيئه جدا. على فكره نسيت اقول لكم الاي 70 في بصمه داخل الشاشه، هو الاي 80 ولكن بصمه بطيئه جدا جدا، نفس البصمه موجوده بالظبط في الاي 50. ولكن اهو تطور، سامسونج بدات تغير من طريقه تفكيرها وبتنزلها تكنولوجيات خرافيه في متوسطه. وعموما اول ما الاي 70 والاي 80 هينزلوا مصر هنعمل لهم ريفيو تفصيليه، فلازم تشترك في القناه عشان تكون اول واحد يشوف الريفيو دي، وبرده اعمل لايك للفيديو واشوفك على شفت الفيديو، واشوفكم في الفيديو اللي جاي.